اهلا بيكم في حلقه جديده من سفره دايمه. سفرتي النهارده ايطاليان للناس اللي بتحب الباستا والفراخ اللي جواها جبنه سايحه. كل الناس بتحب الجبن بكل انواعها بالذات لو سايحه. النهارده قلت اعمل لكم فراخ بالزعتر جواها جبنه سايحه وناخد الصوص بتاعها ده وندخله في الباستا. نشوف نعمل النوعين مع بعض ازاي ويكونوا واخدين طعم بعض ونوعين لايقين على بعض. الباستا بتاعتي النهارده مش بالصوص الاحمر ولا بالصوص الابيض ولا البشاميل العادي. النهارده الباستا بتاعتي بصوص الثوم والزبده والطماطم الشاري وشويه زعتر صغيرين قوي، يعني صوص خفيف وفاتح ما بيبقاش غامق على الباستا، وفي نفس الوقت هاخد الدهون اللي هتنزل من الفراخ هعمله عليها، فيبقى طعم الوصفه داخل في بعض كده وظريف وهادي، بالذات ان احنا خلاص بدانا بقى الناس تروح المدارس والشغل ومفيش ساحل ومفيش سفر، فعايزين نبتدي نعمل اكلات سخنه كده تكون حلوه بعد شغل او يوم طويل. هقول لكم المقادير بتاعتي النهارده. عندي دجاج مشوي بالجبن الامنتال، المقادير هتنزل معانا على الشاشه. عندي المقادير بتاعتها، عندي قطعتين صدور مخليه اللي هي الفيليه المخلي، عايزينه يكون تخين علشان هنفتحه ونحشيه مش هنحمره ولا هيبقى خفيف، لازم يكون تخين زي ما انتم شايفين على الشاشه السمك بتاعه مش رفيع. هتبل الدجاج ده بملح وفلفل وزعتر وبابريكا وليمون وبودره ثوم. هحشي الدجاج ده بزبده وطماطم وجرجير وجبنه امنتال. حد ما بيحبش الامنتال وبيحب الشادر يحط شادر، حد ما بيحبش الشادر وبيحب الموتزاريلا يحط موتزاريلا. نوع الجبنه هو حسب النوع اللي انتوا بتفضلوه، بس الجبنه الامنتال جبنه مش حادقه وبتبقى حلوه جوه اي حشو داخلي لاي لحوم، ما بتحدقش الطعم، فعشان كده بنستخدمها كتير في الحشو الداخلي. هعمل الباستا اللي هي باستا خفيفه وسهله ومختلفة. هعملها بايه؟ الباستا بتاعتي بالزبدة والثوم بس، ما فيهاش صوص تسبيك. الصوص بتاعها باخد مية السلق بتاعت المكرونة وباخد زبدة مع زيت مع ثوم فريش مع زعتر مع كريمة لباني مع طماطم شاري مع بقدونس مع جبنة بارميزان. فانا عندي المقادير بسيطة مش هتاخد وقت خالص الوصفة دي، وصفة سريعة قوي لو حد عايز يعمل وصفة كاملة بس مش عايز يطول في المطبخ. هحضر كده تتبيلة الدجاج، حط شوية زيت زيتون صغيرين في بولة واحط معاهم شوية ليمون واحط بودرة الثوم. مش هنحط بقى توم فريش عشان مش عايزه اي حاجه تحروق وعايزه الطعم بتاع الفراخ يبقى اكتريته الجرجير والجبنه السايحه، مش عايزه الطعم يبقى كله اساسه ان انا حاطه توم او بصل، مش عايزه حاجه تبقى حاده كده في الطعم، عايزاه يبقى هادي. عندي شويه فلفل اسود وعندي رشه ملح حلوه كده نحطها على التتبيله بتاعتنا عشان الامنتال دي جبنه طعمها مات كده، طعمها مفهوش طعم قوي، مش حاده، مش بتاثر قوي، هي بتبقى سايحه ومديه طعم حلو بس لازم ازود لها الملح شويه عكس الجبنه الرومي لازم اقلل الملح. عندي الزعتر الفريش اللي هو بيجي عود فريش، وعندي البابريكا اللي هتديني لون حلو قوي للتتبيله بتاعتي. خلي دول كده نبتدي نشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا هنقلب التتبيله دي كويس. الوصفه دي ما بتحتاجش خالص ان الفراخ تقعد في التتبيله شويه، زي ما دايما بقول لكم خلوا الفراخ في التتبيله شويه، لا الوصفه دي التتبيله بتقعد قليل قوي بتمسك في الفراخ على طول، لان الفراخ دي طعمها هادي من انواع الوصفات اللي بيبقى الطعم فيها مش قوي، بيبقى اساسها ان انا مدخله حاجه الفرن جواها خضار جواها جرجير جواها جبنه سايحه، مش الهدف منها ان انا اعمل تتبيله حلوه، عشان كده التتبيله هاديه. يعني ممكن لو حد حابب يتبل الوصفه دي بملح وفلفل بس تنفع برضه. باخد عندي الفليه اهو قطعه كامله بنضفه كويس قوي بملح وخل وبعدين اشطفه وبعديها اصفيه كويس قوي من الميه عشان ما يبقاش فيه اي زفاره، وبعدين باجي من الجنب كده وابتدي افتح الفراخ بتاعتي فتحه كده كاني بعمل شكل فراشه او شكل كتاب كده زي ما انتوا شايفين. افتحها كده بالراحه خالص وما اجيش لحد الاخر علشان ما اقسمهاش ما اقطمهاش،
بنسيب حته في الاخر تبقى ماسكه الفراخ معايا. نفس الحاجه هعملها بده. لازم طبعا الصدور بتاعتي اهو، لازم الصدور تبقى السمك بتاعها مناسب، ما تبقاش رفيعه عشان تستحمل الحشوه بتاعتي. عندي بقى ايه دلوقتي، باخد التتبيله بتاعتي الجميله دي وببتدي اتبل بيها الفراخ، واجهز على طول بايركس او اي صينيه فرن انتوا حابينها. حط كده شويه زيت زيتون، في الوصفه دي بنستخدم زيت زيتون اكتر، ما بنستخدمش زيت العادي لان هو بيبقى مدي طعم حلو قوي في الفراخ نفسها. باخد التتبيله وبدهن كده الفراخ بتاعتي فيها. بصوا بقى، الثوم الفريش، الزعتر الفريش مع البابريكا بيدوا طعم خطير جدا. بصوا حمروا لي الفراخ على طول، ادت اللون الاحمر الحلو اللي احنا عايزين نوصل له، من غير اي صوص، من غير اي صلصه، من غير اي حاجه. واتبل كده براحه جدا، باخد كده، مش بقعد بقى اغرقها في ميه بصل ولا ثوم ولا اي حاجه. تتبيله بسيطه بس لونها قوي وجميل، عشان لما تدخل الفرن تبقى مدياني سوا حلو جدا. هعمل كده، وناخد القلب بتاعها ونبتدي نحشي مع بعض. هنعمل ايه؟ عندي كده قطع زبده بحطها، كاني عندي كتاب مثلا، هنعتبر ان ده كتاب اهو، باخد ناحيه منه بحط الزبده كده، عشان الزبده دي لما تسيح هتدي طعم للفراخ حلو قوي مع الجبنه السايحه، هيدخلوا في بعض، يمسكوا في بعض. حد عامل دايت هيحط بدل الزبده هيحط زيت زيتون، لو حد عامل دايت. تمام كده. تاني حاجه بحطها، بحط الجبنه فوقيها على طول وبضغط كده علشان تنزل لتحت تبقى ماسكه جواها. حد بيحب التشيز كتير جدا وطعمها يبقى قوي جدا، في ناس بتحب الجبنه جدا، تحط قطعتين، شريحتين، مش شريحه واحده. وقلت لكم طبعا نوع الجبنه حسب انتوا بتفضلوا ايه، دايما الجبنه حسب كل حد بيفضل كميه ايه وبيفضل نوع ايه. انا ممكن اكون بحب نوع جبنه انتوا مش بتحبوه، فحسب بس تفرق في انتوا هتزودوا ملح قد ايه. لو هتحطوا حاجه حادقه هتقللوا الملح، هتحطوا حاجه عدنه زي اللي انا حطاها دي هتزودوا الملح شويه. بحط فوقيهم شرايح الطماطم كده، دي وصفه ايطاليان جدا وحلوه قوي مع الباستا اللي هنعملها، هتكون متكامله جدا جدا. بحط فوق كل ده، ممكن ابدل ده بسبانخ او جرجير او بقدونس، حاول بس يبقى الورقه نفسها مش العيدان عشان ما تمررش معايا طعم الفراخ. حط كده وابتدي اقفل الفراخ بتاعتي فوقيها كده، واخدها في البايركس اللي انا مجهزاه كده. بصوا كانها ساندوتش، كانها كتاب كده، تطلع حلوه قوي كده. واقفل الناحيه الثانيه كده بالراحه جدا جدا جدا. ممكن اديها شكل كده من فوق، اعمل فتحات صغيره، دي برضو ممكن تبقى اوبشن تاني، الشكل تاني منها. يعني نعمل ايه على الوش كده، بحط تاني زيت زيتون، بدخلها 25 دقيقة في فرن سخن على 180. هطلع فاصل اكون دخلتها الفرن وارجع اعمل معاكم الباستا، استنوني. ورجعت لكم بعد الفاصل، وهنعمل مع بعض دلوقتي الباستا السريعه السهله اللي طعمها حلو جدا، ما بتاخدش وقت خالص بس بتدي طعم حلو قوي ومختلف، ما فيهاش اي تسبيك للناس اللي مش عايز تقف كتير في المطبخ. عندي دلوقتي احط زبده، ويا ريت الطاسه تبقى ستانلس ستيل عشان تحس معاكم بالصوص بسرعه، واحط شويه زيت. الوصفه دي بقى ما فيهاش خالص انه ممكن اعملها بزيت، بس هي اساسها زبده، يعني هي الباستا نفسها اسمها ان هي بالزبده، ومقاديرها على الشاشه اهي،
عندنا توم مفروم، زعتر، كريمة لباني قليلة جدا، طماطم شاري، بقدونس، زبدة، زيت. أول لما الزبدة تبتدي تسيح هنحط على طول التوم الفريش اللي اتفرم، مش توم فريش متخزن، مش توم متخزن، توم فريش اتفرم زي بتاع الطشة كده. وأقلب ده بسرعة قوي مع الزعتر البلدي كده، وزود على الخليط ده وهو بيتشوح الطماطم الشاري. تخيلوا كده معايا ميكس الطعم، واحنا حاطين زبدة عليها توم فريش بتاخد طعم الزعتر مع الطماطم. مفيش طماطم شاري، نقطع قطع طماطم صغيرة برضو هتكون حلوة قوي. نقلب كده. عايزة التوم ياخد طعم الطماطم، طعم الزعتر، فيدوني ريحة بوم كده كبيرة في الباستا بتاعتي تكون قوية. مش عايزة اسيب التوم يتشوح لحد ما يتحرق، احنا بس بنحسسه بالنار. نروح مزودين الطماطم الشاري مع الزعتر، والزعتر كل ما يبقى فريش كل ما الباستا دي هتبقى احلى واحلى. نشوح كده، وياريت نفضل نقلب كده بالراحة زي ما بعمل الطاسة، بلاش نقعد نشوح في الطماطم الشاري كده، نقلبها جامد فتتكسر فتبتدي تدبل. عايزينها تفضل لحد الاخر باينة في الباستا واحنا بنقدمها، تكون طالعة كده من الجناب وتكون لسه فريش مش متبهدلة كده ومهرية. عايزينها تفضل كاملة كده. ناخد الثوم اللي جه في الجنب ده رجعه تاني في النص عشان يستوي. لو حطينا بقى الثوم المتخزن على الوصفة دي مش هيدينا القوة بتاعت الطعم بتاعت التوم الفريش خالص، بتفرق فرق شاسع. فعايزاكم تاخدوا دايما التوم الفريش في الوصفات اللي فيها اساسها توم، يعني هي تقشيرة التوم ما بتاخدش وقت خالص، بتبقى احلى جدا واقوى وبتخلي الطعم كده قوي، بالذات الوصفة دي اساسها توم وزبدة. فلو حطينا التوم المتخزن بيبقى متخزن عليه ملح وخل، بيبوظ معايا طعم الصوص شوية. فيعني حاولوا ان هو ما يبقاش خالص توم متخزن. زي ما قلت لكم التوم ده مش بنسيبه يبقى زي لون الطشة، بنخليه بس كده يتشوح تشويحة بسيطة. اول لما يبتدي يعمل اللون اللي انتوا شايفينه ده اللي هو اللون الذهبي ده زي ما انتوا شايفين في الطاسة، ببتدي على طول ازود المقادير السايلة. بصوا الطماطماية ابتدت اهي تدبل شوية، ابتدت زي تعمل فرقعة صغيرة كده، المية بتاعتها تنزل اهي، غمقت لي حتى لون الزبدة بتاعتي، ما بقتش لونها اصفر بقى لونها برتقاني شوية. في المرحلة دي بروح مزودة شوية بقدونس، وازود شوية مية سلق من بتاعة المكرونة، يبقى احنا زودنا ايه؟ مية السلق دي فيها نشا فبتديني سمك حلو قوي للصوص، وتديني طعم الباستا، طعم السلق بتاع المكرونة احلى جدا من اني احط مية مغلية. انا باخد من طعم السلق بتاع المكرونة انزل في الصوص بتاعي، فالصوص بيبقى اسمك والطعم اقوى جدا. اقلب كده. بصوا بقى المية اول ما نزلت على الشاري، الطماطم الشاري عملت على طول تبتدي تغليها، تبتدي تسويها من جوه، وفي نفس الوقت تفضل ماسكة نفسها معايا. هزود على الصوص ده ايه؟ هزود له شوية جبنة احدق الطعم بتاعه. نعيد مع بعض عملنا ايه تاني. حطينا زبدة وحطينا زيت، حطينا مقدار زبدة شوية حلوين عشان تبقى باينة ان الطعم الباستا عبارة عن زبدة. وبعدين شوحنا فيها التوم مع الزعتر البلدي. اول لما ابتدى يدبل حاجة بسيطة جدا زودنا الشاري، الطماطم الشاري، وقعدنا نشوح كده، مش كده مش تقليب، قعدنا نشوح كده عشان الطماطم تفضل ماسكة نفسها. بعدين زودت للخليط ده اول لما الطماطم ابتدت تنزل ميتها وحولتني لون الزبدة لأورنج، مش ان هي تفضل صفرة. اول لما غيرت لي لون الزبدة بتاعتي بدأت ازود مية السلق شوية شوية، مش مرة واحدة، عشان اعرف انا محتاجة كم سوائل قد ايه. مية السلق اللي هي اصلا بيبقى فيها النشا بتاعت المكرونة، وزودت البقدونس ورشة جبنة.
رشة الجبنة دي هتحدق الصوص وهتخليه يتماسك مع مية السلق. هزود بقى دلوقتي للخليط ده مش ملح علشان انا مزودة الجبنة دي حادقة شوية. هزود فلفل اسود واسيب الخليط ده يغلي غلوة كده. اطلع فاصل اجيب الكريمة اللباني وارجع لكم على طول نقدم الطبق مع بعض ونشوف التشيكن بتاعنا وصلت لايه. ونقدم طبق ايطاليان جدا، استنون. ورجعت لكم بعد الفاصل وصوص الباستا بتاعتي تحفة، عامل ريحة خطيرة، ريحة الزعتر البلدي مع التوم الفريش مع الشاري مع مية السلق ادوني سمك حلو قوي. انا زودت بس في الفاصل مكعب زبدة واحدة علشان اخد كل الدهون اللي نزلت في الطاسة بتاعتي اعرف اطلعها عشان كان ابتدى يمسك قوي، فزودت مكعب زبدة واحدة بس. وبصوا اللون اهو بقى اصفر حلو قوي. دلوقتي بدي اخر لمسة كريمة اللباني، ممكن تبقى اقل وممكن نكتفي ان نزود مية السلق وما يبقاش فيه كريمة لباني خالص لو مش حابين فكرة الكريمة اللباني. الناس اللي مش بتحب الكريمة اللباني او اللي عاملة دايت او مش عايزاها، هنزود مية السلق وهنحط نشا في مية عشان تدي سمك مع بعض. لكن لو احنا هنحط كريمة لباني ممكن ما نحتاجش النشا خالص. يعني انا بالنسبة لي كده الصوص سمكه مظبوط جدا، مش محتاجة خالص ان انا ازود عليه اي حاجة. بصوا الصوص تحفة جدا جدا، مظبوط عندي، لونه خطير. معايا صفاء على الهواء. اي صفاء، ازيك؟ ازيك يا نورهان، عاملة ايه؟ الحمد لله، الاكل شكله فظيع، لازم تجربيه بقى. تسلم ايدك حبيبتي، ميرسي. كنت عايزة اسألك عن الرقاق باللحمة المفرومة. حاضر، عايزاك تعمل لنا حلقة مخصوصة عنه. حاضر، ده دلوقتي كمان في ناس بتعمله بالسجق كمان. بجد؟ لا احنا قوليلي على الجديد. لا هعمل لك حلقة كاملة عن الرقاق. حاضر، تسلمي لي، تسلم ايدك. ميرسي، مبسوطة اني سمعت صوتك. وانا كمان ميرسي جدا ليكي ولأسرة البرنامج كلها. ميرسي حبيبتي، كلك ذوق، شكرا. ميرسي، مع السلامة. عندي دلوقتي الصوص اهو ابتدى يبقى لونه برتقاني فاتح قوي مش غامق. ابتدي بقى دلوقتي اخد شويه من الباستا واحطهم كده في الطاسه بتاعتي يتشوحوا مع الصوص. بصوا بقى نقلب ازاي. نقلب من النص كده ونخليها تمسك في الصوص بتاعنا بشكل دائري. جمع كده وتحفة، حلوة قوي قوي، اللون خطير جدا وسهلة وما خدتش اي وقت. مش بتحتاج بقى ان هي تتسبك لان هي باستا، قلنا ان هي باستا خفيفة طعمها خفيف ما فيهاش تفاصيل كتير. اعمل كده اقلبها كده كده تكون جاهزة معايا ان انا اقدمها. خدها كده حط على الوش رشة جبنة، البس بقى جلوفز ونبتدي نشوف هنقدم الطبق الخطير ده ازاي. هنحط على الوش شوية جبنة كده وهاخد كمان تحفة تحفة. وديها شوية بقدونس صغيرين جدا. يعني هو 3 قطع هيبقى كتير على شخص واحد، فممكن نقدمها كده لأي شخص. يعني لو احنا 5 مثلا او 4 نقدم الاطباق كده كل واحد قطعتين او قطع، كل واحد بيبقى عارف الأسرة بتاعته يعني بتكفيها قد ايه من القطع الدجاج. الوصفة سهلة وبسيطة، باستا جديدة ما خدتش معايا اي وقت، والتشيكن دي طعمها مختلف عن البانيه العادي وحشيناها حشوة حلوة.
باين ان الجبنه سايحه والطماطم خارجه مع خليط الجرجير والتتبيله السهله البسيطه اللي عملناها. ان شاء الله هعمل لكم حلقه قريب قوي عن الرقاق عشان صفاء بكل تفاصيله وبكذا حشوه، تكون حلقه كامله عن الرقاق بس. يا رب النهارده الحلقه تكون مفيده ليكم، تجربوها وتقولوا لي رايكم على السوشيال ميديا، وتستنوني في حلقات جديده من سفره دايما. شكرا.